وجدتنا اليوم قرية جميلة تسمى نجد المقصار. تعالوا نستمتع في هالجولة. تبارك الرحمن، الشارجة عجيبة وغريبة وجميلة، بالأخص في المنطقة الشرقية وفي قرية نجد المقصار. طبعاً كفنان طبيعتي أحب المناطق التراثية، أحب أزورها، أستنشق رائحة الماضي، أتذكر ذكريات أجدادنا، ذكريات أهالينا، ذكريات بلادي الإمارات، وبالأخص في الشارجة. أنا أحب المناطق التراثية، ليش؟ لأن مبناي بفن جميل جداً، لها رونقها الخاص وجمالها الخاص، ما وجد في الوجود إلا في الشارجة. وأنا بصراحة وايد مستانس وجودي في هالقرية، بصراحة تحفة معمارية فريدة. هذه القرية اللي كل مبانيها مبناية بنفس المواد وتؤدي نفس الغرض، ولكن كل مبنى له خصوصيته وله ميزته وله جماله وله متعة النظر له. وأنا كفنان حبيت أخذ فترة نقاهة وارتاح من المسرح والتلفزيون وحياة المدينة. قلت هاي في قرية نجد المقصار اللي في وادي وشي، واسترخي لفترة زمنية، أخذ نقاهة وشم الهواء الطيب، وتعالوا استمتعوا معايا وشوفوا المباني وشوفوا حياة أجداد الأوليين في نجد المقصار شارجة. تعالوا وياي. نجد المقصار تعتبر من أهم القرى الموجودة في المنطقة الشرقية، وأنا شخص محظوظ. تعرفون ليش؟ لأني موجود بين بيوت بنيت ما قبل 100 عام. والأهم بعد أن هاي المنطقة كانت لتجمعات بشرية تعود إلى ما قبل 2000 عام. ليش وكيف عرفت؟ أنا بقول لكم كيف عرفت. العلماء اكتشفوا رسومات على الجدران للإبل والخيول، تعود هذه الرسومات إلى ما قبل الميلاد. والأجمل فيها أن هاي المنطقة الجبلية فيها وايد أشجار، أنواع الأشجار والنخيل. النخيل اللي محتاجة مياه بغزارة، هذه النخيل فيها تمر مشهور يسمونه تمر القصار، اللي ما طعمه ما طعم العسل أبدا. وايدين كانوا يسألوني ليش عندي شغف وحب للتراث أو الأعمال الدرامية التراثية، لأن تراثنا مليء مليء بأشياء جميلة جدا. أعمال كثيرة قدمتها تراثية، مسرحية جميلة قدمت في الخان، منطقة الخان القديمة، وعلى الساحل على البحر. وأنا شخصيا كنت أسبح، أروح أجيب حبل البوم لأني كانت شخصية مجنون، فرحت أجيب حبل البوم عشان أتزوج جميلة، هذا عمل جميل. وأيضا حبة رمل ومسلسل القياضة قدمة في منطقة جبلية ولها علاقة بالبحر والجبال. حبة رمل الشايب هذا الجميل اللي يحب ابنه تراثي. بنت صوغان الشخصية المجرمة هذه الفكاهية اللي كانت اشتهرت فيها بصنقاح، والطواش اللي كنت ماخذ شخصية المجنون. الله الطواش، الطواش في وايد مواقف حصلت فيها، لكن من أجمل المواقف كان في مشهد أنا أخوف أخوي واللي هو الأستاذ أحمد الجسمي، فأنا أخوه المجنون هو الطواش الكبير في المدينة، فالطواش هو اللي يشتري الآلة من التجار ويبيعهم. ففي مشهد أنا خوفه فيه، في حشرة نحن نسميها الخنبسانة، حشرة سودة تعيش في الصحراء، فربطتها من رجله وعلقتها في وجه أحمد الجسمي. طبعا أحمد الجسمي خاف صدق وحطيت له في الفانيلة فجرها برع.
في تكملة المشهد هو جالس في الصحراء وهنا جايين اسولف وياه، فقلت له اخوي شو فيك زعلان؟ انا الخنبسانه خلاص وديته بيت اهلها، ما بتأذيك مره ثانيه، تعال البيت ما يسوى شيء بدونك. كان يقول لي اخوك. قلت له منو اخويا؟ انا ما عندي غيرك انت اخو. قال انا اخوك. قلت له اوكي اخويا. قال انت تباني ادفنك في الصحراء؟ كان ابكي. قلت له يعني معقوله تدفني في الصحراء في الرمل بروحي؟ فكان مشهد مأساوي بس في قمة الكوميديا. أشكرك أحمد الجسمي، أشكر كل الفنانين، أشكر جمال سالم. جمال سالم يقدم دراما تراثية جميلة جدا. نصيحة لكم، لا تهملون تراثكم، تعالوا ابحثوا عنه، استمتعوا بأجواء التراث، شوفوا الترميم اللي رمت الدولة وما قصرت، شوفوا الترميم اللي قام فيه سيدي صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي في هالمناطق التراثية. جولتنا ما خلصت، بعدنا نكمل وياي. حبيبي والله هالقرية تعب صراحة. هالقرية فيها 13 بيت وكل البيوت مبناية من نفس المواد، بنيت من مواد اللي كانت موجودة في هاك الزمان، بسيطة جدا. سقف البيت كان يحطون عليه سعف النخيل، وتحته عشان يثبتون السعف هذا السقف كان يحطون الشندل، وعلى الجوانب الحجارة وضبطوها بالطين. تعرفون كل هذا صار بسبب منه؟ بكرم سيدي صاحب السمو الدكتور الشيخ سلطان بن محمد القاسمي اللي دعمهم بالأفكار وبالمال. لما تزور القرية هذه كأنك فعلا عايش قبل 2000 سنة أو 100 عام. الأوليين بنوا هالبيت من مواد جدا بسيطة اللي كانت موجودة ومتوفرة كل أيام. بنوا أساس قوي جدا عشان شو؟ لما نحن هنا حاليا نشوف الإدار هذا ودنا نحضنه عشان رجعنا بذكريات الماضي الجميل، ونشوف الروعة اللي موجودة فيها البناء الجميل. طبعا التفاصيل اللي بنوا فيها البيوت مذهلة جدا، قمة الروعة، قمة الإبداع. حتى السور اللي جاي لفوق إلى البرج إلى القلعة محماي بخشب قديم نفس الأولي بالضبط، ما تغير شيء. وفي البيوت قدام البيت في دكة، نحن نقول عليها الدكه هاي ليش؟ عشان تعرف لان كانت قبل امطار غزيره والصبخه، فعشان ما تدش البيت تضرب الدكه بريلك عشان تنظف ريولك وتدخل البيت. وفي كانوا قبل بعد بيبان صغيره. ليش هالبيبان صغيره؟ كثيرين يتسالون يقول ليش مسوين باب صغير وانت تدش البيت توخي عشان تطلع؟ ليش؟ انا اقول لكم ليش. البيبان الصغيره هذه حق الضيف اذا جاي، اذا كانوا في حريم في البيت، نسوان جالسين مو متغشين مو متلبسين مسترين، هو يوخي ويقول هود لانه ما يطالع داخل البيت. لان اذا كان باب عالي انت نظرك سيده، لكن اذا باب صغير فتنحني وتقول هود، النسوان يجهزون عمارهم على اساس انه يستقبلون هالضيف. شوف سبحان الله كيف فيها احترام لبيوت الناس. حتى البيبان المزلاج مالهم نوعين، في من الحديد وفي من الخشب. الخشب أنا دايماً نقول نحن الأولين الخشب يكون داخل البيت لأنه ما يحتاج تقفله، لكن اللي خارج البيت حديد عشان يكون له قفل، إذا طلعت من البيت أنت ما حاجة في البيت نهائياً تقفله يكون بقفل. لكن داخل البيت المدلاج هذا من الخشب عشان يسد إذا دخلت البيت وسهولة فتحه. وكانت في السابق ما كانت في كهرباء طبعاً، كان يستخدمون الفنر على كل البيوت من برا وداخل البيوت، الفنارة أو التريك. التريك هذا اللي نوع من تعمل إضاءة نفسه قريب من الفنر، بس نحن كنا نستخدم الفنر بالغاز وشكله شيء بيضاوي. التريكي طويل، فكانوا يستخدم خارج البيوت لإنارة الطريق في الشوارع الممرات، فكانوا يستخدمون الفنر. شوفوا البساطة اللي عندهم كانت قبل،
ما في أي تعقيدات. أنا طبعا سمعت عن هالقرية وقلت لا أبا أتأكد هل حقيقي أنهم سووا القرية هذه بنفس المواد. فقمت جيت القرية هذه والله العظيم تلمس الحجارة والخشاب تقول كأنك في الماضي. هذا الماضي الجميل، كل المواد اللي استخدمت في الماضي سيدي صاحب السمو الدكتور قرر أن يستخدمها في ترميم هاي القرية. ما أروعك يا قرية من 13 بيت، وما أروعك يا القلعة، ترى ما خلصنا. أنا اليوم بيني وبين هاي القلعة تحدي إلا أصعد فوق، بعدنا شباب. إلى الأمام سر. تاريخ ما راح ينسونه هالي خرفكان، 21 سبتمبر 1507 ميلادية. يومها دخلوا البرتغاليون إلى مدينة خرفكان، دارت بينهم معركة طويلة بين البرتغاليين وهالي خرفكان، مع أن البرتغاليين كان عندهم أسلحة ومدافع وهالي خرفكان فقط سيوف ورماح، لكن قدروا يقاومون ويقاومون وقتلوا وايد من البرتغاليين وجرحوهم. تخبلوا البرتغاليين جن جنونهم، قاموا يدشوا المدينة يبغون يعذبون الأهالي، يخربون البيوت، يفرقون بينهم، لكن ما قدروا، قاوموا أهالي خرفكان، فصارت ضحايا عندهم البرتغاليين جرحى وقتلى، والأهالي راحوا على القلاع والحصن يحتمون فيهم من شر البرتغاليين. عشان تيوم تدش مدينة خرفكان بتلاقي نصب تذكاري يسمى نصب المقاومة، تحية لأجدادنا الأبطال رحمة الله عليهم. طبعا الأهالي خرفكان الفترة هذه مو بس مقاومة بالسلاح، كانوا يستخدمون عقولهم ذكاهم بالحيلة على شو عشان يطردون الغزاة من هاي المدينة. شارك فيها النساء والأطفال والرجال الكبار والصغار، الكل شارك فيها فترة طويلة جدا من مأساة. كل هذا فدوا أرواحهم لو شو لمدينة خرفكان، أرضهم الطيبة هذه، لأنهم هم أدرى بمعالمها وطبيعتها، يعرفون بحارها، يعرفون كل قطعة فيها، كل سكة فيها، كل شارع فيها، كل جبل يعرفونه. عشان شي ظلت خرفكان وظل أهاليها أقوياء وطلعوا الغزاة بقدرة قادر ومقاومة أهالي خرفكان. ومن الرواية الجميلة، رواية جدا جميلة تسمى خرفكان، خطها سيدي صاحب السمو الدكتور سلطان بن محمد القاسمي. هذه الرواية اللي تحكي ملحمة جميلة جدا، مقاومة من أهالي خرفكان للغزاة البرتغاليين. أنا أتمنى تشوفونه، لأن هذا الفيلم راح يظل ذاكرة في المستقبل مثل هالتراث. هذا الفيلم تراثي لا ينسى. شوفون هذا البرج، عمره ما يقارب 300 سنة، بنوه من الحجارة والطين والجص. شوفوا الفتحات اللي فيه، في فتحات تستخدم للسلاح، في فتحات تستخدم لرم الرماح، وشوف الخشم البارز ذاكي، هذا كان يستخدم أن يصبون فيه سائل حار عشان يصبونه على العدو عشان ما يركب الحصن أو يصعد الحصن. وشايفين فوق على شيء هناكي، هناك في حراسات تم من كل الجوانب على أساس أنهم يراقبون تجاه البحر والجبال، في حالة اشتباه أن العدو وصل يعطون علامات من برج لبرج 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 عشان توصل المعلومة إلى أهالي المدينة. طبعاً في النهار كانوا يستخدمون الدخان عشان يعطون الخبر لأبراج الأخرى ولأهالي المدينة،
وبالليل كانوا يستخدمون النار. فيقومون هذه الأهالي يتحصنون في القلاع يحتمون من اللي جاي. وللعلم هاي الأبراج ما كانت تستخدم فقط للحروب وللدفاع عن المدينة، هاي كانت تستخدم لحماية الأهالي من السيول الجارفة. وأجمل نصيحة قدمها لكم، زوروا هالأماكن الجميلة، زوروا هالمكان، ذكروا عيالكم بتراث أجدادكم، تذكروا أنتوا واستحضروا تراث أجدادكم الأبطال. وللعلم المسافة كانت طويلة قبل، لكن بكرم سيدي صاحب السمو حاكم الشارقة أمر بحفر تحت الجبال، عمل أنفاق ليش؟ عشان يقرب المسافة، صارت 40 دقيقة. فتعالوا، وعشان أنا أصعد فوق الحين فوق هناك لأن خلاص بشوف سعادتي النهائية بالمنظر الجميل هذا اللي شفته قبل وبشوفه الحين. والوجهة ما راح تنتهي هني، يمكن تنتهي معايا، لكن بتظل معاكم مع ضيف آخر ووجهة جديدة فوق. يا الله يا أحمد.